مسيرة ديمقراطية ممتدة يشارك فيها الشعب باختيار ممثليه في مجلس الأمة لتوصل دولة الكويت بالنهج ذاته وكما عهدناها منذ نشأتها بالاعتماد على مبدأ الشورى والاستماع لكافة الآراء في مختلف المجالات والمشاركة في الرقابة والتشريع بما يخدم الوطن والمواطن، وتكون البلاد من خلال هذا النهج مميزة رائدة في الديمقراطية ذات شأن على كل الأصعدة. انتخابات برلمانية قريبة في 5 ديسمبر القادم، الكويتيين يمارسون حقهم باختيار أعضاء مجلس الأمة اللي راح يكونون صوتهم ولسان حالهم، يعبرون عن تطلعاتهم وآمالهم واحتياجاتهم ويشرعون ويراقبون. العملية ما هي مجرد تصويت، هذه أمانة، والأمانة مسؤولية، وأدائها بالصورة الأنسب أمر واجب. إحنا يوم نروح للصناديق ومعانا الورقة ونصوت، ما يعرف النوايا إلا الله سبحانه وتعالى، فلا بد من النية الصالحة والصادقة أثناء هذه العملية، والأمر هذا يتحقق بحسن الاختيار، الاختيار من منطلق المصلحة الكبرى للوطن والمواطن. المصالح الشخصية تنحط على جنب أمام مصلحة الوطن، عشان كذي لابد من حسن الاختيار. اليوم مع هذا الظرف الصحي مشاهدينا اللي يعيش العالم واللي يتزامن مع قدوم الانتخابات البرلمانية في الكويت، تقف الحكومة أمام تحديات كثيرة في تسهيل العقبات وتوفير كافة السبل اللي تضمن سير العملية الانتخابية داخل الأطر الصحية، تجنباً لأي تفشي لفيروس كورونا، مع الحفاظ على الممارسة الديمقراطية بأتم صورها. ضمن استعدادات الحكومة بالنسبة للانتخابات البرلمانية القادمة، أنشأ مجلس الوزراء لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وكذلك معالي وزير الصحة ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والعديد من الجهات الحكومية، للتنسيق فيما بينها للمحافظة على متابعة الانتخابات وكذلك الاهتمام بالإرشادات السلطات الصحية وتطبيقها، خاصة احنا مثل ما احنا عارفين قاعدين نعيش فترة انتشار الوباء، ما زال موجود الوباء، فلذلك يتطلب من الجميع تطبيق هذه الإرشادات. فاللجنة اجتمعت أكثر من مرة، وشاهدنا اليوم احنا في مقر التسجيل الانتخابات إدارة شؤون الانتخابات في مدرسة خولة الحفاظ على هذه الإرشادات وتطبيقها والتباعد الجسدي ما بين المتقدمين للانتخابات. فلذلك هذه اللجنة سوف تقوم بمتابعة كل الأجهزة الحكومية للمحافظة على الأجواء العامة، كذلك الأجواء الصحية والتغيرات المطلوبة في متابعة الانتخابات. يعني بكل تأكيد احنا راح نعيش خلال الفترة القادمة أجواء جدا متميزة، أجواء انتخابية ديمقراطية. الكويت تتميز في هذه التجربة، التجربة البرلمانية من 1961 والانتخابات في دولة الكويت، هذه الأجواء المتميزة. دائما احنا نؤكد على المحافظة على الصحة العامة وتطبيق الإرشادات الصحية، خاصة في هذه الفترة الوباء ما زال موجود، فلذلك نحرص دائما نحن في مجلس الوزراء على الدعوة إلى اتباع الإرشادات الصحية والتباعد الجسدي خاصة في هذه المرحلة. فلذلك اللجنة هي سوف تقوم بمتابعة هذه المواضيع بإذن الله. لجميع الناخبين، إذا الكل أدى الدور اللي عليه بالصورة الأمثل، الأمر هذا يرجع لنا بإيجابية، يرجع للكل، للكويت وكل من يعيش عليها، وتكون الممارسة الديمقراطية فعلا مدعاة فخر بالنسبة لنا. الكل شريك في رسم مستقبل الكويت، وانت تصوت فكر شنو المستقبل اللي ودك تعيشه انت وعيالك. وأما بالنسبة للمرشحين، المسؤولية الأكبر على عاتقهم، فهم لسان حال الشعب، من يصل منهم القبة عبد الله السالم
فهو ممثل للأمة، والدور اللي عليه لا يضاهيه أي دور في الأهمية. بعد إعلان مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي 16، والذي يصادف يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020، تستعد الكويت للعرس الديمقراطي الذي يعكس حالة صحية لوعي وثقافة أبناء المجتمع في التعامل مع هذا الحدث السياسي الكبير، والذي ينتج عنه اختيارهم لمن يرونه مناسبا لتمثيل الشعب في مجلس الأمة وبداخل قبة عبد الله السالم. لذلك لمن يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة القادم من الناخبين عليه مراعاة الشروط التالية. أولا، شروط الترشيح: أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون، أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية، أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، الأنبياء، الذات الأميرية. ثانيا، كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه: يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية، وذلك من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 1:30 ظهراً لاستلام طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض، مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية وعدد 2 صورة شخصية. يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه. يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره 50 ديناراً، ويحصل على إيصال بالسداد. يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها، ليقدم الطلب إليها، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغيا. ثالثا، كيفية التنازل عن الترشيح: للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب ب7 أيام على الأقل. رابعاً، لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح، فإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأنه لم يكن. خامساً، إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد، فعليه مراعاة أحكام المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، والمادة 13/3 من القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية. متولوا الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم. الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقاً من وظائفهم. رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها. سادساً، إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.
مشاهدينا، للحديث أكثر عن الانتخابات القادمة والاستعدادات لها ينضم معنا عبر الهاتف وكيل وزارة العدل السيد عمر الشرقاوي. حياك الله معنا في برنامج ماذا بعد. الله حيك. يعني مع قرب يعني انتخابات البرلمانية على الأبواب إن شاء الله، نتحدث عن استعدادات وزارة العدل لتسيير هذه العملية الانتخابية. في البداية نمسي عليكم على السادة المشاهدين الكرام. وزارة العدل تقوم بإجراء مسح شامل على المدارس التي تجري فيها العملية الانتخابية للتحقق من صلاحيتها كمقر للجان الانتخابية، سواء من داخل المدارس أو من خارجها. وطبعا في حال الحاجة لأي أعمال سواء تجهيزات كهربائية أو إنشائية تقوم بحصرها واتخاذ اللازم شأنها مع الجهة المختصة. ومثل ما احنا عرفنا يمكن أن وزارة الداخلية حددت 107 مدرسة كمقر لجان الانتخابية الرئيسية والأصلية والفرعية. نعم، في مقولة دائما يذكرونها أن العالم قبل كورونا ليس كالعالم بعده. نتحدث عن الاختلاف في التجهيزات للانتخابات ما قبل كورونا وأيضا ما بعدها. أحب طبعا أن أشير إلى أن مجلس الوزراء الموقر شكل لجنة دراسة معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية لوضع آلية تكون عملية الانتخاب منظمة وسهلة بكافة مراحلها لضمان ممارستها وفق الاشتراطات الصحية وتجنب طبعا أسباب العدوى. وفي هذا الإطار طبعا حرصت وزارة العدل على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية اللازمة. نعم، أيضا بالنسبة لمقار الاقتراع كيف سيكون التوزيع مع أخذ جانب الاشتراطات الصحية؟ طبعا هم حرصت وزارة العدل على توفير كافة المواد اللازمة من مواد تعقيم وكمامات وقفازات ووضع حواجز بلاستيكية على مكتب رئيس اللجنة تفادي التقارب عند تسليم ورقة التصويت، بالإضافة لتوفير اللواصق الأرضية للتباعد خارج مقر اللجان، كذلك توفير طارئ الحرارة لدى الأمن عند البوابة حتى يعقد يعني درجة حرارة الناخب قبل دخوله. كذلك حرصت الوزارة على التباعد بين المكاتب الأعضاء، يمكن في السابق نرى أن أعضاء اللجنة متلاصقين، هالسنة إن شاء الله يمكن راح نشوف أن تم أخذ بالاعتبار التباعد ما بين أعضاء اللجنة وكذلك المندوبين المرشحين. أيضا كيف ينسق الجهاز القانوني بشكل كامل لتطبيق بنود الدستور بعد صدور مرسوم الدعوة للانتخاب إلى يوم الاقتراع؟ طبعا فور صدور مرسوم الدعوة الانتخاب تقوم وزارة العدل مخاطبة مجلس القضاء الأعلى للنظر في أمر ترشيح السادة رجال القضاء لرئاسة وعضوية اللجنة الاستشارية التي تشرف على سير انتخابات مجلس الأمة، وبعد موافقة المجلس بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية يقوم مع الوزير بإصدار القرار الوزاري الخاص بتشكيل اللجان هذه وتحديد اختصاصاتها. نعم، أيضا الانتخاب كذلك فضل. عندنا الأمور اللي هي الإدارية. الوزارة تقوم بإصدار قرارات وزارية خاصة بتشكيل فريق عمل ميداني هو المعني في تجهيز هذه المقار الاقتراع في المدارس اللي ذكرتها أنا للتأكد من صلاحيتها من عدمها، فيكون فريق إداري وكذلك اللجنة الإدارية المعاونة اللجنة الاستشارية توفير المتطلبات اللازمة لإدارة أعمالها. نعم، الانتخابات البرلمانية هي ممارسة ديمقراطية لا يجب أن تحول ظروف دون كمالها، فكيف من الممكن تجاوز عقبات أزمة كورونا لإتمام عملية الانتخاب على أكمل وجه؟ طبعا كما سبق أن أشرنا أن الاحترازات الصحية تم طبعا الاهتمام فيها. نعم. وهذه يمكن راح تمثل تحدي الجهات المشاركة اللي هي طبعا وزارة العدل تعتبر إحدى الجهات وليس يعني منفردة، وجود وزارة الصحة والداخلية والتربية والإعلام، فتعاون إن شاء الله تعاضد هذه الجهات بإذن الله تعالى راح يكون الأمر نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعديها على خير إن شاء الله. اللهم أمين، ويعطيكم العافية وعساكم على القوة بجهودكم وبجهود باقي المؤسسات والوزارات. وكيل وزارة العدل السيد عمر الشرقاوي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا طالب، مشكور. مع الأسف إجراءات احترازية جديدة تتزامن مع الأزمة اللي نمر فيها وقرب الانتخابات،
كل هذا بهدف تسيير العملية بصورة سلسة دون ضرر من آثار انتشار فيروس كورونا. بصدور المرسوم رقم 150/2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة من سيدي صاحب السمو وزير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بإذن الله سوف تبدأ وزارة الداخلية باستقبال طلبات الترشيح اعتبارا من يوم الأثنين الموافق 26/10/2020، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 4/11/2020 10 أيام متتالية في مدرسة خولة المشتركة للبنات، مقرها راح يكون في منطقة شويخ السكنية باء قرب إدارة شؤون الانتخابات، وهذا الموقع البديل لإدارة شؤون الانتخابات لاستقبال طلبات الترشيح مراعاة للظروف الصحية والاشتراط الصحية بناء على أوامر من وزارة الصحة. كيفية تقديم طلب الترشيح، طبعا راح يتقدم طلب الترشيح من قبل الراغب في الترشيح إلى مدرسة خولة المشتركة للبنات، وراح يكون خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا. راح تكون طبعا هناك بعض الإجراءات المتعلقة في الاشتراطات الصحية التي يجب أن يتم مراعاتها في ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد، وهو طبعا في بداية الموضوع راح يتم التنسيق طبعا ما بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة بشأن البدء في عملية التسجيل. راح يكون هناك في بداية من دخول بوابة المدرسة الخارجية اللي خاصة في المواقف، راح تكون هناك نقطة موجودة من وزارة الصحة للتأكد من الفحص المبدئي لقياس الحرارة والتأكد من تطبيق شلونك الخاص بوزارة الصحة فيما إذا كان الشخص المتقدم مصاب من عدمه. في حالة التأكد من عدم إصابة شخص وعدم وجود اسمه في تطبيق شلونك، طبعا راح يبتدي طبعا يصفط في مواقف السيارات المخصصة للأشخاص الغير مصابين، ومن ثم الدخول سيرا على الأقدام إلى النقطة الأولى وهي طبعا صالة التربية البدنية المخصصة لانتظار الأشخاص. طبعا في بداية الموضوع راح يكون هناك تعقيم وتطهير للشخص الراغب في التسجيل، ومن ثم ارتداء الكمام كذلك القفازات، ومن ثم طبعا بعد ذلك ينتظر في قاعة الانتظار الأولى، ومن ثم سوف يسمح له في الدخول إلى قاعة الانتظار الثانية. مجرد ما يدخل إلى قاعة الانتظار الثانية راح يكون هناك جهاز للأرقام، راح ينتظر، مجرد ما يظهر رقمه على الشاشة سوف يتم السماح له بالدخول إلى مسرح المدرسة وهو المكان المخصص لعملية التسجيل. راح يكون هناك طبعا هناك 8 كاونترات، 8 موظفين سوف يتم استقبال إخوان المرشحين والمرشحات الراغبين في الترشح. راح يجلس أمام الموظف، ومن ثم طبعا يقدم إلى الموظف طبعا المستند الرسمي وهو شهادة الجنسية الكويتية. كذلك يجب عليه طبعا دفع الرسوم وفق المادة 21 من قانون الانتخاب اللي هو بالغ 50 دينار، بإمكانه أن يدفعها عن طريق الكنت أو عن طريق الكاش نقدا. ومن ثم طبعا بعد ذلك سوف يسلم إيصال بما يفيد سداد مبلغ التأمين هو 50 دينار، ومن ثم سوف يتجه إلى مخفر الدائرة الانتخابية اللي ترشح فيها، وهناك طبعا 5 مخافر سوف يصدر بإذن الله فيهم قرار من سيدي وكيل وزارة الداخلية، راح تكون محددة في الدائرة الأولى اللي هو راح يكون مخفر الدعية، في الدائرة الثانية راح يكون مخفر الشامية، في الدائرة الثالثة راح يكون مخفر كيفان، في الدائرة الانتخابية الرابعة راح يكون مخفر العمرية، في الدائرة الانتخابية الخامسة راح يكون مخفر العدان. كذلك أحب أنوه بأن يجب على كل من تقدم بالترشيح إلى مدرسة خولة خلال 10 أيام أن يتجه خلال 10 أيام إلى مخفر الدائرة لإثبات عملية الترشيح، لأن هناك سجل خاص في المخفر خاص في المرشحين.
وطبعا هذا الإجراء يكون وفق المادة 20 من قانون الانتخاب. إذا ما اتجه خلال 10 أيام إلى مخفر الدائرة راح يعتبر طلب الترشيح ملقي لعدم استكمال الإجراءات المنصوص عليه وفق قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له. كذلك طبعا يجب أن يتولى المرشح كتابة طلب الترشيح بنفسه. كذلك أحب أن ننوه إلى أن بإمكان المرشح أن يتنازل عن الترشيح بدءا من الوقت اللي سجل فيه الترشح في الانتخابات إلى ما قبل يوم الانتخاب ب7 أيام على الأقل. طريقة التنازل يكون في نفس المخفر اللي سجل فيه وقدم فيه طلب الترشيح، ويجب أن يكون التنازل خطي طبعا بخط إيده. كذلك أحب أنوه بأن بالنسبة حق أخواننا المصابين ومن يرغب في الترشح في الانتخابات، بداية إذا تم التأكد عن طريق تطبيق شلونك أو بإمكان الشخص الاتصال على الخط الساخن قبل مجيء إلى إدارة شؤون الانتخابات واللي طبعا محدد لها مدرسة خولة. أحب أنوه طبعا مدرسة خولة لأنه في كثير في السنوات السابقة كان مقر الانتخاب اللي هو إدارة شؤون الانتخابات، ولكن نظرا للظروف الصحية حاليا قررنا أن تكون في مدرسة خولة المشتركة للبنات بالقرب من إدارة شؤون الانتخابات. أحب أنوه إلى أن إذا تم التأكد من إصابة الشخص المتقدم للترشيح، هناك طبعا مكان مخصص في المدرسة راح يكون لاستقبال أخواننا المصابين. ما عليه إلا أن طبعا يتم توجيهه إلى المكان المخصص، وسوف يأتي موظف من إدارة شؤون الانتخابات طبعا بحضور موظفين مختصين من وزارة الصحة، يكون مرتدي اللبس الواقي بالكامل والمعقم، وسوف يقوم بالبدء في عملية ترشيح الشخص المصاب، ومن ثم طبعا راح يتم تسليمه طلب الترشيح للتجافي إلى مخفر الدائرة. أحب أنوه بمناسبة هذه الظروف الاستثنائية بإمكان الشخص المصاب أن يفوض من يراه مناسبا من أشقائه، من طبعا أقربائه، بأخذ الطلب طبعا بعد ما يتم تعقيم الطلب الأوراق، لأنه يجب أن تكون معقمة قبل تسليمها إلى المخفر. وأحب أن ننوه بأن راح يصارف في عطلة المولد النبوي يوم 29/10، إلا أن إدارة شؤون الانتخابات سوف تستقبل طلبات الترشيح في هذا اليوم ابتداء من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا، تطبيقا لنص المادة طبعا 20 من قانون الانتخاب، اللي هي تكون أيام الترشيح 10 أيام متتالية بما فيها أيام العطل والجمعة. بالنسبة حق أخواننا طبعا الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة، نظرا لطبعا تفشي وباء كورونا COVID-19 وحفاظا على سلامتهم وسلامة من يتواجد في مقر الترشيح لمدرسة خولة، راح يكون طبعا التنسيق ما بين وكالة الأنباء الكويتية كونا وكذلك تلفزيون دولة الكويت بشأن أي معلومات حابينها أخواننا الصحفيين ووسائل الإعلام الخاصة، بإمكانهم أن طبعا أن يأخذون هذه المعلومات من كونا أو من عن طريق تلفزيون دولة الكويت وزارة الإعلام. كذلك أحب أنوه طبعا أي استفسار بالنسبة حق موقع المدرسة أو شروط الترشيح أو أي استفسار لدى أي من الناخبين بشأن الإجراءات المتعلقة بعملية الترشيح للانتخابات، هناك خط ساخن موجود راح يكون على مدار الساعة موجود، اللي هو 1-888-9-888 1-282-9-38، هذا خط ساخن خاص في إدارة شؤون الانتخابات للرد على جميع الاستفسارات من أخواننا المواطنين. كذلك أحب أنوه بأن من يحق لهم التصويت في يوم الانتخاب اللي راح يصادف إن شاء الله تاريخ 5/12/2020، 567,694 ناخب وناخبة، تحديدا راح يكونون الذكور 273,940 ناخب، بالنسبة حق الإناث راح يكونون 293,754 ناخبة، بالنسبة حق عدد المدارس راح تكون 102 مدرسة
102 مدرسة راح تكون فيهم عملية التصويت، وفي طبعا راح يكونون هناك 5 مدارس رئيسيات فقط مخصصين لإعلان النتائج النهائية في يوم الانتخاب. الدائرة الأولى راح تكون عندنا فيها 16 مدرسة موزعين ما بين 8 مدارس ذكور و8 مدارس إناث. الدائرة الثانية راح تكون كذلك 16 مدرسة موزعين 8 مدارس ذكور و8 مدارس إناث. الدائرة الثالثة راح تكون عندنا 20 مدرسة، 10 مدارس للذكور 10 مدارس للإناث. الدائرة الرابعة راح تكون 24 مدرسة، 12 مدرسة للذكور و12 مدرسة للإناث. الدائرة الخامسة راح تكون فيها 26 مدرسة، 13 مدرسة للذكور و13 مدرسة للإناث. بعد ما ننتهي إن شاء الله من عملية الترشيح، سوف تقوم إدارة شؤون الانتخابات باستقبال طلبات إخواننا المرشحين لتعيين المناديب والوكلاء الخاصين فيهم في يوم الانتخاب. يجب أن يكون الوكيل مقيد في نفس دائرة المرشح، بما معناه المرشح مقيد في الدائرة الثالثة، المرشح ترشح في الدائرة الثالثة، يجب أن يتم تعيين الوكيل الخاص بالمرشح من الدائرة الثالثة. أما بالنسبة حق المناديب اللي راح يشتغلون معه في يوم الانتخاب، راح يكونوا موزعين على اللجان الانتخابية في الدائرة الانتخابية، يجب أن يكون مقيد في أحد جداول الانتخاب. ما يمنع أن مرشح في الدائرة الثالثة المندوب الخاص فيه يكون مقيد في الدائرة الانتخابية الأولى. هذا الفرق ما بين الوكيل والمندوب من حيث الشروط. طبعا أحب أنوه بأن لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه ترشح في أكثر من دائرة انتخابية يجب عليه أن يتنازل عن ترشيح نفسه ما زاد عن دائرة انتخابية واحدة، وإلا يعتبر الطلب ملقي، وذلك قبل إغلاق باب الترشيح. كذلك أحب أنوه بالنسبة حق المقرات الانتخابية في هذه السنة، بما أنها في ظروف استثنائية قاعد نمر فيها حاليا بسبب الوباء طبعا، وبناء على تعليمات من السلطات الصحية، لن يكون هناك أي مقر انتخابي كما جرى في السنوات السابقة، حفاظا على سلامة أخواننا المرشحين والناخبين. ما راح تكون عندنا طبعا، بإمكان أخواننا المرشحين والمرشحات الاستعاضة بذلك من خلال طبعا تقديم برامجهم الانتخابية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، سواء عن طريق تويتر ولا طبعا أي وسيلة ممكن أن يقدم فيها برنامجه الانتخابي. هالسنة الانتخابات تمر علينا غير عن كل الانتخابات، ظروف صحية مغايرة وغير مستقرة، وأزمة أربكت العالم كله. هالأمر يحتاج استعدادات معينة عشان ما تعطل الأزمة حق الممارسة الديمقراطية بأي شكل. مشاهدينا، معانا على الهاتف مدير إدارة منع العدوى والتعقيم في وزارة الصحة الدكتور أحمد المطوع. حياك الله معانا دكتور أحمد. الله يحييكم يا أهلا. أهلا وسهلا. نعم، الحديث أكثر عن قرب الانتخابات، تحدث أيضا عن الاستعدادات وزارة الصحة في العملية الانتخابية من يوم تسجيل المرشحين إن شاء الله إلى يوم الاقتراع. نعم طبعا، مثل ما تفضلت من شوي أن الوضع هالسنة استثنائي. نعم. نظرا لوجود مرض كورونا، فمن أول سنة وإحنا قاعدين بوزارة الصحة نواجه المرض هذا بكافة الإجراءات الخاصة اللازمة للحد من انتشار المرض. وشاءت الأقدارنا هالسنة عندنا في الانتخابات، كما يعرف الجميع أن الانتخابات يكون فيها دائما تزاحم والناس مع بعض، ما في تباعد بينهم، والكلام يكثر بينهم، السوالف بخصوص المرشحين والناس اللي راح يرشحونهم وشنو برامجهم. فبالنسبة لأول حدث راح يكون عندنا اللي هو فتح باب التسجيل، فطبعا كان لزاما علينا أن نحط خطة لتقليل فرص انتقال العدوى أثناء تسجيل المرشحين أثناءهم لخوض الانتخابات ولممارسة حقهم الانتخاب، حقهم الدستوري بالترشح في بيئة آمنة. فمثل ما تفضل الأخوان من شوي، أنك راح يكون في المدرسة راح يكون فيها التسجيل
للانتخابات عشان تسجيل لترشيح الانتخابات. فطبعا راح يكون مستقبلهم في المدرسة بسياراتهم، ما راح ينزلوا من سياراتهم، راح نطلب منهم بطايقهم المدنية المرشحين. راح نشوف إذا عندهم حرارة ولا لا، وبعدين نتشيك على أرقامهم المدنية، نشوف إذا هم المسجلين من البرامج اللي عندنا شلونك، وإذا كانوا فيهم كوفيد 19 أو أنهم يعني معزولين أو محجورين. إذا معزول أو محجور طبعا راح يكون لهم محطة أخرى داخل سور المدرسة، لكن بسياراتهم، على أساس يطلع لهم الموظف من وزارة الداخلية ويأخذ بياناتهم ويسجلهم. أما إذا كان سليم ما في مسجل وما في حرارة ما في شيء، فنعطيه ورقة وعلى أثرها يدخل داخل مبنى المدرسة. طبعا أول ما يدخل لازم يكون ملتزم بارتداء الكمامات وتطهير اليدين. راح نوفر لهم أيضا قفازات. راح يكون في محطة لاستقبال هؤلاء المرشحين، يقعدون يأخذون رقم، وبعدين راح يكون ينادونهم حسب أرقامهم على 8 طاولات مختلفة داخل القاعة. راح يتم تسجيل البيانات لهم وإنهاء معاملتهم، ثم يتوجهون إلى بوابة الخروج ومسوين لهم مثل خط مخصص يختلف عن المسار اللي يدخلون فيه، كل مسار خاص في خروجهم. نعم. لنتحاشى أي فرص لانتقال العدوى. طبعا هالإجراءات تتم ليست فقط على المرشحين، أيضا الموظفين اللي راح يكونوا موجودين داخل المبنى هذا لإتمام معاملات التسجيل، لهم راح يكون في نفحص حرارتهم، راح نعلمهم بعض الإرشادات لتفادي انتقال العدوى. نعم دكتور، شاهدنا قبل قليل مع سادة المشاهدين فيديو توضيحي لدخول المرشح للمدرسة لغاية ما يتم تقديم الطلب الرسمي لترشحه. لو تحدث عموما، ما أبرز الأمور اللي راح تجبرنا جائحة كورونا على التخلي عنها مقارنة بانتخابات السنوات السابقة؟ إن شاء الله راح نحاول قدر الإمكان أن الناس ما تحس بالشيء هذا، طالما هم ملتزمين بارتداء الكمام وتطهير اليدين والتباعد. الشيء الوحيد اللي أنا أحس أنه راح يتأثرون فيه اللي هو التجمعات اللي راح تكون، سواء كانت في المقار الانتخابية أو التجمعات أثناء الانتخابات، أثناء توجههم للانتخاب. راح يكون في خطة إن شاء الله نضعها بالتعاون مع وزارة الداخلية لفرض التباعد ما بين كل ناخب وآخر أثناء توجههم للإجلاء بأصواتهم داخل مقر الانتخابات. نعم دكتور. نعم دكتور أحمد، لا يوجد مقار انتخابية راح ستقام في فترة الانتخابات كما أعلنت عنها وزارة الداخلية. لا مقر قصدي لما تروح تنتخب، مقر مو نعم. مقر المدرسة يعني تقصد المدارس. أي. المقر الانتخاب المدارس نفسها. نعم. أما مقر القصد اللي هي للدعاية للانتخابات، لا ممنوع أي مقر انتخابية هالسنة، طبعا نظرا للجائحة جائحة كورونا. احنا دائما اي اماكن تجمعات راح تكون مصدر لانتقال العدوى، فلذلك ما في اي مقر. نعم. للناخبين او للمرشحين عفوا. نعم دكتور احمد، نتكلم عن الاستعدادات للقيام بكافه الادوار ان شاء الله في العرس الديمقراطي القادم ان شاء الله التي تسير الانتخابات، لكن دون التعرض لخطر المخالطه والاصابه. نعم، احنا من بداية كورونا واحنا قاعدين نكرر دائما نقول ان الانتقال يتم عن طريق الرذاذ او الهواء اللي يطلع من فم الانسان المصاب. ف اذا عرفنا ان لازم ارتداء الكمام طوال الوقت وارتداء بالطريقة الصحيحة اللي هو يغطي الفم والقلب طوال الوقت، اذا كنا في اماكن مغلقة او اذا كانت المسافة بيننا وبين الشخص الاخر اقل من مترين، زائد تطهير الأيدي إذا ما لمسنا أي أسطح ممكن تكون ملوثة، تحاشي
أيضا نتحاشى لمس العينين والأنف والفم إذا ما كانت إيدنا نظيفة. إذا اتبعنا هالإجراءات هذه أنا بنظري أنها إجراءات بسيطة وممكن أن نطبقها راح تكون إن شاء الله العملية الانتخابية آمنة للجميع. بس أرجو أن فعلا الناس تتقيد بهالإجراءات الصحية التي من شأنها تقليل فرص الانتقال. نعم دكتور أحمد، منع التجمعات قائم مثل ما ذكرنا قبل قليل، فكيف سيتم التعامل مع من يخالفون هذا الأمر؟ طبعا قانون الاشتراطات الصحية بالخاص بالأمراض السارية واضح وصريح أن في عقوبات راح تتم على كل من يخالف هذا القانون، ولذلك التجمع يعتبر من مخالفة من أحد المخالفات المشمولة في هذا القانون. لذلك راح يكون في تعاون مع السلطات الأمنية ووزارة الداخلية للتعامل مع أي تجمعات تكون سواء المرشحين مع الناخبين أو أثناء الإجزاء من الأصوات الزحمة اللي كان نشوفها بالسنوات اللي طافت أيام الانتخابات. هذه أيضا راح يكون في رقابة مشددة عليها، وذلك حرصا على سلامة الجميع. إحنا نقول لكم من حق الجميع ممارسة حقه في انتخاب من يرى، لكن في بالمقابل لا نسمح بأن هالشيء هذا ممكن يعرض المجتمع للخطر. لذلك الشيء بسيط وسهل، التباعد الاجتماعي، التداعي الكمام، تطهير اليدين، إذا التزمنا فيهم إن شاء الله راح يكون الانتخابات هذه سهلة وتعدي إن شاء الله. دكتور صراحة، هل هناك مخاوف صحية من عدم التزام الناس بالتدابير الوقائية ما يستوجب مواجهة رقابية حاسمة؟ أكيد أكيد. هذا واجبنا كسلطات صحية أن نحرص على تطبيق هذه الاشتراطات. هناك لجان مشارك فيها جميع المؤسسات، مؤسسة الدولة والوزارات، وفيها متابعة حديثة صراحة لتطبيق هذه الاشتراطات، وراح القانون سيفعل إن شاء الله قريبا لفرض العقوبات بشكل مباشر على من يخالف ارتداء الكمام وباقي الاشتراطات الصحية. طبعا كل هذا لحماية المجتمع من تداعيات انتشار هذا المرض. انتم شايفين اللي قاعد يصير بالدول الأخرى من انهيار بعض المنظمات الصحية عندهم نتيجة انتشار المرض كوفيد-19. فإن شاء الله ما نوصل لهالدرجة. احنا إلى الآن الحمد لله بمشاركة الشعب والوعي الاجتماعي اللي صار بالنسبة للمرض، الحمد لله إلى الآن احنا قادرين على السيطرة على انتشار هذا المرض. لكن نطمع بالمزيد إن شاء الله، نبي أن ما يكون في تراخي المرحلة القادمة عشان ما تزيد الأعداد ونقع في ما لا يحمد الله. نعم دكتور، لو نفرض جدلا ماذا بشأن المرشحين إذا تبين مخالفتهم لشروط منع التجمعات وإقامة الندوات، ما الإجراء كإدارة منع العدوى في وزارة الصحة تتخذونه؟ احنا بالنسبه لنا كإدارة منع العدوى شاركنا في وضع الاشتراطات الصحيه، والاشتراطات الصحيه وضعت في الحقت بالقانون وجارت تطبيقها من باقي الجهات المسؤوله عن تطبيق هذا القانون منها وزاره الداخليه. نعم. فطبعا والبلديه اذا كان في اي تجمعات ايضا راح تتم في ازاله اي اماكن للتجمعات، وستم محاسبه واحاله من يخالف هذا الامر الى السلطات المعنيه. نعم مدير اداره منع العدوى والتعقيم في وزاره الصحه الدكتور احمد المطوع، شكرا جزيلا لجهودكم، يعطيك العافيه. اهلا حياكم الله. اذا مشاهدينا في نهايه الكلام، هي مسؤوليه وامانه، الواجب أن الشخص يؤديها بكل إخلاص ويخلي كل أنواع الرقابة الذاتية موجودة. اختيارك يوم التصويت تبني عليه الكويت مستقبلها، نيتك بأن الكويت وشعبها هم الأولوية راح تسهم بحسن الاختيار إن شاء الله، وحسن الاختيار أمر مطلوب. المسألة ما هي مجرد صوت وصناديق وانتخابات، هذه المشاركة تعتبر قاعدة وأساس للأربع سنوات القادمة،
وسنين على سنين، هذا مستقبل. صوتك هو الصورة اللي راح تكون عليها الكويت بعد سنين. لذلك احرص على سلامتك الصحية أولاً، اتبع الإرشادات، وخلك جزء من تشكيل الواقع اللي تبي الكويت تعيشه. في أمان الله.